في صرف الأدوية المدرجة بالجدول الثاني والثالث وفي نهاية القرارات في الصفحة قبل الأخيرة، وإحنا معلمين سعادتك بدوائر على جزئيتين الترامادول. يعني أنا كدكتور من حقي إن الشركة المصرية للأدوية المنظمة للكلام ده من خلال الحكومة تديني الكلام ده ومن غير رخصة. ليه؟ لأنه حق طبيعي للصيدلي في هذا الأمر والأحقية واردة. لماذا أتحدث في هذا الأمر؟ الدفاع الحاضر يدفع بأحقية المتهم في الحيازة القانونية لعقار الترامادول بموجب قرار وزير الصحة المقدم صورة طبق الأصل منه أمام المحكمة والمقدم مني بالجلسة السابقة صورة رسمية من قرار يفيد الصرف من الشركة للمتهم ومختوم، وهي التي طلبت مني المحكمة أن أتحقق منه بالقرار الذي قدمته اليوم أن الاختصاص انتقل من مفتش الصيادلة إلى قانون هيئة الدواء على النحو الذي قدمناه أيضا في الإفادة الواردة إلى المحكمة اليوم. حينما تشككت المحكمة في ذلك، والمحكمة لها الحق في أن تتشكك لأن الضابط لم يراجع ومفتش الصيادلة لم يراجعه، فكان الأمر أن دور المحكمة إذا تشككت في المستند وحققت المستند وكان تحقيقها في محله وانصعنا لذلك القرار واستلمنا ثم توجهنا إلى الجهة المختصة ثم وردت الإفادة بما عرضنا به اليوم على المحكمة أنه من حق المتهم أن يستلم هذه الأدوية بموجب هذا القرار، باتت الحيازة القانونية مشروعة. إذا فعل التجريم هنا هو على البيع. لمن؟ للجمهور. الدفاع الحاضر قال بتلفيق الاتهام ذلك أن حيازة المتهم سواء كان للعقار الأول هي حيازة قانونية مشروعة وللعقار الثاني حيازة قانونية مشروعة، وتمسك الدفاع أن التجريم في قوانين المخدرات في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ولكن إذا كان هناك تصريحا بات الأمر بعد إذن المحكمة أن الحيازة حيازة قانونية. لو كان هذا المتهم يسأل عن حيازة فقط فأن حيازته مشروعة ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولكن التجريم هو في البيع دون رشدة طبية. وكان ذلك الأمر بعد إذن المحكمة إن كان من أحد الناس ولم يتدخل به مأمور الضبط بفعله في خلق الجريمة، وكان الثابت أمام المحكمة أن من قام بخلق تلك الجريمة هو الضابط ومفتش الصيادلة، فبات الأمر بعد إذن المحكمة وفقا للمستقر فقها وقضاء أنه لا يجوز القياس على حالة من حالات التلبس أو اختلاقها، لأن رسالة الضابط هي رسالة السلوك القويم، ومن المفترض أنه إن كان قويما أن يتبع القانون، ولكن إذا خالف القانون وضرب بي عبد الحائط أن أحترم هذا الضابط، أن أقوم بعد ذلك بمجاراته فيما قال به وكان كل ما قال به مخالفا للقانون. الدفاع الحاضر يهيب بالمحكمة الموقرة في نصرة الشرعية الإجرائية، فإذا كان ذلك الثابت أمام المحكمة وكنا قد حكمنا اليوم على فعل ارتكبه متهم آخر، فأن الدفاع يتمسك بانقطاع صلة المتهم بواقعة البيع المدعى بها، وقال أن المتهم الآخر يتحمل النتيجة الإجرامية. وفي ذلك قال الدفاع أنه قد صدر حكما حضوريا ضد ذلك المتهم وتم رفض الطعن بالنقض، أو صدر حكما بسقوط الطعن لعدم حضوره جلسة النقض بأمانة شديدة، وده يبقى في أصل الملف عند سعادتك. إذا تحصن ذلك الحكم هنا هل يستقيم بعد ذلك أن يحاكم متهم عن فعل سبق وحكم متهم آخر عنه؟ الدفاع الحاضر تمسك أن مبدأ شخصية الجرائم والعقوبات هو من المبادئ الفريدة التي حددها المشرع، وأن ضوابط المسؤولية الجنائية في القوانين الجنائية أن يثبت أن المتهم قد ساهم أو شارك في ارتكاب ذلك الفعل. فضوابط المسؤولية هنا هي المادة 39 من قانون العقوبات والمادة 40 و
والمادة 39 إذا تحدثنا فيها تحدثنا عن المساهمة الأصلية، والمساهمة تقتضي أن يكون المتهم متواجدا بائعا ومشاركا، أو على الأقل كان ذلك البيع تحت إشرافه. فإذا ثبت ذلك أمام المحكمة، هل يستقيم في ذمة القانون أن نقول أن المتهم الذي ألجأته الضرورة بمانع من موانع المسؤولية إلى ترك الصيدلية حتى يطمئن على نجله الذي كان بين الحياة والموت في ذلك التوقيت، أيتحمل المتهم هذا الأمر بعد إذن المحكمة؟ الدفاع الحاضر قال أن الأمر في حد ذاته يتطرق إليه الشك، وإذا تطرق إلى الدليل الجنائي الشك سقط منه الاستدلال. إذن الضوابط القانونية الموجبة للمسؤولية الجنائية منعدمة، سواء كانت بفعل الفاعل الأصلي أو الشريك، لعدم ثبوت نية المتهم في الاشتراك أو نيته في التداخل، ولعدم توافر الرابطة الذهنية. الأمر كما قلت أن الطبيعة البشرية تنهض على الغريزة الطمع، والطمع هنا أنه زي ما بنقول بالبلدي إن غاب القط تلعب يا فار. المتهم النهارده صيدلي، وصيدلي محترم، وراجل متدين، وراجل ساب صيدليته يشوف ابنه يمشي من هنا التاني النهارده يتصرف في حاجه موجوده دون ان يرجع اليه، لانه يعلم بحالته التي آل اليها. فان الامر بعد اذن المحكمه يتمسك الدفاع بانتفاء اركان الجرائم محل الاتهام الاول والثاني بامر الاحاله في حق المتهم، وذلك لانتفاء قصد الاتجار وانقطاع صلة المتهم، لأن التجريم هنا من المفترض أن الاتجار في هذه الدعوة انحصر في واقعة البيع والشراء بتدخل الضابط، وواقعة البيع والشراء كانت ما بين مفتش الصيادلة وبين المتهم السابق الحكم عليه. نستفيد من ذلك أن المتهم لم يكن متواجدا ولا حديث في هذا الأمر، بدلالة أن النيابة العامة قدمتها بالاتهام الأخير بالتغيب، وهذا أمر أستفيد منه أمام المحكمة، أنه إذا تغيب هل يسأل عن فعل ارتكبه متهم آخر؟ لا يسأل قانونا. ولكن الذي يعنيني هل توافر قصد الاتجار في حق المتهم؟ الدفاع الحاضر دفع ببطلان الحكم المستأنف للقصور في التسبيب لعدم التدليل استقلالا في مدونات ذلك الحكم على توافر قصد الاتجار في حق المتهم الماسي. ادي الحكم اهو قدام سعادتك، مفيش قصد اتجار، طب انت بتحاسبني عليه على حيازه؟ لا، انا حيازتي سليمه وقانونيه ومشروعه. فاصبح الامر في ذمه القانون ان قصد الاتجار لم يتوافر، ان توافر في حق الغير باجراءات غير مشروعه فانه لم يتوافر في حق المتهم، تمسك الدفاع بانتفاء ذلك القصد. الامر بعد ذلك في نطاق ما قدمنا به للمحاكمة، ذلك أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم في الاتهام الثالث أنه سمح للمتهم الثاني وهو غير مرخص له في مزاولة المهنة. الدفاع الحاضر يتمسك بإعمال المادة 61 من قانون العقوبات في مانع المسؤولية في حالة الضرورة، الضرورة الذي إذا ألجأت إنسان إلى فعل معين محرم قانوناً فأن ذلك مشروع بمقتضى أحكام القانون، لأن هذا الأمر في حد ذاته حينما يتم الاتصال به وأن طفله الوحيد البالغ من العمر سنة واحدة مصاب بعيب خلقي في البنكرياس، وأنه تم نقله في حالة غيبوبة سكر 500 لطفل عنده سنة بيموت راح النهارده يشوف ابنه، هل هذا الأمر بعد إذن المحكمة؟ لو أنا اليوم أترافع أمامكم وجاءني خبراً لنجلي أنه يموت الآن، ما الذي سأفعله؟ سأطرق المحكمة وأطرق منصة الدفاع وأتوجه للاطمئنان بحكم الطبيعة الإنسانية. فأصبحت الطبيعة الإنسانية غالبة على الإنسان، وأن العواطف في هذا الأمر تغلب، وأن ذلك الأمر لم يكن مرتب له، وأن تغيبه كان مشروعا، وأنه لم يسمح ولم يقرر ولم يمنح الغير رخصة أن يزاول ذلك العمل، وأنه كان من المفترض من ذلك المتهم الثاني أن يغلق الصيدلية مباشرة ويتركها، وهذا ليس من شأن المتهم إذا ترك ذلك المكان. الأمر بعد ذلك
أن النيابة العامة أيضا، وهذا على خلاف السابق بالأوراق، الدفاع الحاضر قال أن الاتهام الثاني والثالث يتناقض مع أصول الإسناد القانوني. النيابة وصفها فعل الأصلي. هو المتهم ده صرف يا ريس بعد إذنك؟ أنا ما صرفتش، أنا ما كنتش موجود. كيف يسند إلى المتهم أنه صرف بوصف أنه فاعلا أصليا؟ الدفاع الحاضر قال بعدم صحة إسناد الاتهام الرابع في جريمة الصرف للجمهور لأدوية على النحو الثابت بالأوراق لأنه لم يكن متواجدا، وأن ذلك القيد والوصف يتناقض مع القيد والوصف الأخير المقدم به من النيابة العامة في التغيب، بما يكون ذلك تناقضا وتعارضا ينال من سلامة الإسناد القانوني المقدم به المتهم للمحاكمة. فإذا كان ذلك الأمر بعد إذن المحكمة الموقرة، فأن الدفاع إزاء ما تقدم وأنني بمرافعة سابقة أمام محكمة سابقة قدمت مذكرة بأسباب الطعن وبدفاع مكونة من 24 صفحة، الدفاع الحاضر بعد إذن المحكمة يتمسك بكل ما أداه من دفع ودفاع شفهي على النحو الثابت بمحضر جلسة 12/9 وبمذكرة الطعن المقدمة ومذكرة الدفاع والمكونة من عدد 24 صفحة ومكملة ومتممة لدفاعية أمام المحكمة دائما وأبدا، ونحن لسنا جدد على المحكمة، فأنتم أساتذتي الأجلاء، فلي شرف المسؤول أمامكم لأكثر من 3 عقود، وأعلم أن المحكمة محكمة قانون، فإذا كانت محكمة أول درجة أخطأت وكان المشرع قد استحدث القانون الجديد 1 لسنة 2024 وكان منصوص عليه من قانون 2014 دستور 2014 وتم تطبيقه، وكان ذلك حتى يكون التقاضي على درجتين، حتى إذا أخطأت محكمة ستصحح المحكمة التي تليها تلك الأخطاء، فأنتم منوط بكم تصحيح الأخطاء القانونية على نحو ما عرضنا من مناعة الطعن في ذلك الحكم المعروض أمام المحكمة من ناحية ثانية. القضاء الجنائي ينهض على مبدأ تساند الأدلة، والأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة منها مجتمعة يكون القاضي الجنائي عقيدته، بحيث إذا سقط الدليل وقد سقط يتعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي للدليل الباطل. أخلص إلى أنني قدمت بلا أدلة، قدمت بلا ضبط، قدمت بأدلة غير صالحة، فلكل هذا ما تراه المحكمة الموقرة رأفة بهذا الرجل، رأفة بأسرته، ولكل ما تراه المحكمة إن كنت قصرت في دفاعي، أهيب بحضراتكم في إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم. شكرا المحكمة. مطمئن في الجلسة.